الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة مشاهدي قناة نايل لايف وصفحة جديدة في كل مكان في جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية. دايماً حضراتكم هنا أنا في الاستوديو هنا في مبنى الإذاعة والتلفزيون أنا في الدور 27 قبل لما أخش الهواء بحوالي ساعة لربع نص ساعة كده بقف كده قدام الشباك وبص ليه منظر النيل الجميل لجمهورية مصر العربية بلدي حبيبتي بلدي اللي أنا شايف إن هي أجمل بلد في العالم وتستحق إن هي تكون أعظم بلد يبقى فيها سياحة ويبقى أكتر دولة في العالم يكون فيها سياحة. حقيقي جمهورية مصر العربية مليئة بأنواع السياحة المختلفة والحمد لله بفضل الله علينا السياحة رجعت تاني بشكل قوي. الحمد لله إن الناس الملايين اللي بيشتغلوا في مجال السياحة في مصر رجعوا تاني ويشتغلوا إذا كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر اللي بيصب في الآخر في مجال السياحة. الحمد لله إن المرشدين السياحيين اللي عندهم لغات كتيرة جدا واللي افتقدنا منهم كتير منهم اللي سافر واللي هاجر بسبب عدد سنوات كتيرة جدا ما كانش عندنا سياحة بسبب التوترات اللي حصلت بعد 2011. فالحمد لله السياحة بفضل الله والفنادق نسبة الإشغال جيدة جدا. نسبة الإشغال في الطائرات اللي بتيجي إلى جمهورية مصر العربية للشركات الوطنية المصرية بفضل الله عظيمة جدا. والحمد لله أنتوا عارفين طبعا إن إحنا عندنا مشكلة فجوة دولارية في جمهورية مصر العربية ودي أكتر مشكلة بتواجهها الدولة المصرية فالفضل الله علينا السياحة بتسد خانة من الخانات الخاصة بالدولار ونقص الدولار في جمهورية مصر العربية وخاصة إن هو دخل سريع. يعني ممكن مشاريع تانية ولا أقلل من أي مشاريع تانية تاخد وقت عمال لما تدخل لك دولار إنما ده على طول السائح اللي بيجي مصر مع دولار مع استرليني مع يورو مع 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 فالحمد لله عندنا ربنا كرمنا بالأمن والأمان والاستقرار الأمن والأمان والاستقرار اللي كتير من دول العربية اللي حوالينا وفي الشرق الأوسط بتحسدنا عليه بتحسدنا على الأمن والأمان والاستقرار اللي احنا فيه. ربنا يحفظ بلدنا مصر وتزيد السياحة أكتر وأكتر زي ما أنا عمال أقول الدولة المصرية ما فيش دولة في العالم عندها هذا الكم من أنواع السياحة زي جمهورية مصر العربية. عايز سياحة شاطئية فيه كتير عايز سياحة آثار فيه كتير عايز سياحة تاريخية عايز ثقافية كل أنواع السياحة يعني. فالحمد لله رب العالمين على نعمة السياحة اللي شغالة كويس بفضل الله. ربنا يبعد عننا إيه الناس اللي بتحقد والناس الشر. أنا عايز أستأذن حضراتكم السادة المسؤولين السادة المسؤولين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير السياحة والآثار هيئة الاستثمار وزارة التخطيط المستثمرين المصريين الشرفاء الوطنيين والمستثمرين اللي في الدول العربية وأيضا في جميع أنحاء العالم المستثمرين الأجانب عندي فكرتين هما يعني مش جداد قوي لكن لو اتعملوا في مصر صدقوني يلي بسامعني من الجهات المختلفة في جمهورية مصر العربية صدقني فكرة عظيمة جدا للدولة المصرية في مجال السياحة. احنا عندنا حاجتين عايزين محتاجين نركز عليهم في جمهورية مصر العربية في الفترة اللي احنا فيها والقادمة. واحد ان احنا نزود مقاعد طيران كراسي يعني في مجال الطيران عشان السياح اللي بيجوا مصر وليا اصحاب كتيرة تور جايد ايطالي وتور جايد مرشد سياحي ايطالي ومرشد سياحي فرنسي و واسباني
قال لي انه في بعض الاحيان بيبقى عنده حجز لمراكب الاقصر واسوان مثلا، ويبقى متفق على 40 ما يجيش مثلا غير 20. طب ايه اللي حصل؟ في مشكله في عدد المقاعد اللي بتوصل جمهوريه مصر العربيه من السياح. يعني انت عندك اقبال وعندك حجوزات كتير في كتير من الدول العالم، بس احنا محتاجين نزود العدد والاستثمار في هذا المجال، اذا كان بقى زياده طيران في الشركات الوطنيه او زياده مستثمرين في مجال الطيران. دي اول نقطه. الاول تاني نقطه بقى، وهي انك انت لازم تزود السعة الفندقية والغرف الفندقية في جمهورية مصر العربية. انت عندك بفضل الله اقبال كبير، لكن ما عندكش غرف كتير. احنا عندنا غرف طبعا، عندنا فنادق كتير 5 ستارز وفور ستارز وثري ستار وكل حاجة، وهنفضل مستمرين في ان انت تعمل 5 ستارز وفي 7 ستار وكل حاجة، بس احنا عايزين نزود في كل محافظات مصر اللي فيها سياحة، عايزين نزود الفنادق ويبقى في عندنا سعة أكتر وأكتر للغرف في جمهورية مصر العربية. فكرتي تنقسم إلى 2. فكرة الأولى، أنا عايز شركة مصرية، براند مصري، اسم مصري، يبتدي بمجموعة فنادق في جمهورية مصر العربية. في المستقبل تقدر تعمل هذه مجموعة الفنادق في أي دول مجاورة. هذه الفكرة إيه هي؟ أنا عايز الغرفة اللي معتاد عليها يا إما بتبقى سنجل أو دبل، اللي هو إيه؟ فردي أو زوجي. أنا عايز تبقى غرفة صغيرة ويبقى فيها 6 سراير، ولكن ما تبقاش أفقي، تبقى رأسي. عارفين حضراتكم سراير الأطفال اللي هو بيبقى الطفل تحت كده ويطلع سلم ويطلع إيه ويبقى فوقيه، يبقى إيه فوقيه، بدل ما يبقى غرفة فيها سريرين وممكن بعض الأحيان تبيعها لواحد سنجل أو يعني فرد واحد. لا، أنا عايز مجموعة غرف ومجموعة فنادق باللي أنا هقوله لحضراتكم ده. تخش الغرفة تلاقي فيه 6 سراير، 2 2 2 فوق بعض، حمام صغير، تسريحة، بلكونة، بس تحت في الريسبشن حضرتك ريسبشن صغير، كافيه صغير أو مطعم صغير، وكل سنة وأنت طيب. وكل سنة وانت طيب. ممكن تبقى فيلا تقلبها ايه؟ فندق. ممكن تبقى عمارة صغيرة تقلبها فندق. لكن هنا بقى ايه اللعب؟ انك انت تعملها شيك جدا، very classy، very modern. ولو عايز تدخل الطابع الفرعوني جواها، زي مثلا هارودز، زي هارودز اللي هو في انجلترا، محل كبير الشهير لكل الدول العالم، كل شعوب العالم بتروح انجلترا عشان تزور هارودز ده، اللي هو الفايد اللي باعه بعد كده للدولة القطرية. يبقى فيها ستايل فرعوني لكن شيك، وشيك جدا. أنا ما بلغيش الفنادق حضرتك الفايف ستارز اللي موجودة والسيفن ستار، لا 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 لا، أنا بزود عدد المقبلين اللي ممكن ينزلوا في الغرف في جمهورية مصر العربية بصورة شيك وبسيطة. السائح المصري حضرتك، أنا آسف، السائح الأجنبي اللي بيجي في جروب مثلا طول اليوم حضرتك بيبقى عنده زيارات، بيرجع عايز ينام بس، بياكلوه وشربوه في البروجرام بتاعه، ويروح مش عارف الهرم، ويروح مش عارف معبد الاقصر، ومش عارف ايه، يرجع عايز ينام. ده نوع من انواع السياحه اللي تخلي ناس كتير تيجي. انت هنا خليت واديت فرصه انك الاوضه الواحده يقعد فيها 6، الـ6 دول ممكن يبقوا عيله واحده، ممكن يبقوا أصدقاء جروب مع بعض،
لو سيدة يبقى في غرفة فيها ست سرائر للسيدات فقط أو للرجال فقط، وفي نفس الوقت تشجع الشباب اللي هو أساسا يعني ممكن يسافر من جميع أنحاء العالم إن هو يبقى بميزانية صغيرة يقدر يجي ويقعد في غرفة من الغرف دول، فتدخل دخل عملة صعبة أكتر. زي نظرية إيه لما تبقى عامل منتج صغير من المشروبات العصاير وسعره رخيص فبيبيع منه كتير فيدخل لك دخل أكتر، نفس النظرية. فالدولة المصرية بتكسب إنك أنت بتنزل سائحين أكتر ويبقى عندك يعني سراير أكتر، وفي نفس الوقت بتاخد السعر بتاع الغرفة ويمكن أكتر، والسائح بتشجعه ان هو يجي ويبقى المبلغ اللي هيدفعه في الاوضه دي او في السرير ده صغير مش كبير. فكل الاطراف مستفاده وخصوصا الدوله المصريه، بس تعملها بصوره شيك، شيك قوي كمان، مودرن، حاجه مودرن، احدث حاجه في الستايل العالمي وبسيطة شيك. أنا بقى عايز في شرم الشيخ من اللي أنا بقوله ده ست فنادق من دول، سلوجن مصري تسميه أي اسم، سميه اسم فرعوني، توت عنخ آمون هوتيل مثلا، رمسيس هوتيل، معرفش أي حاجة. عايز في شرم الشيخ ست فنادق من دول، عايز في الغردقة 10 فنادق من دول، عايز في الأقصر وأسوان 3 4 5 6 10 فنادق من دول، عايز كده في كل محافظات السواحل ممكن في العالمين الجديدة، عايز كذا، عايز واحد كذا كذا فندق من دول، عايز في اسكندرية كذا فندق من دول. أنا ما بمنعش وبقولش ما تعملش 5 ستارز وفور ستار والغرفة الكبيرة قوي دي اللي فيها سريرين بس وبتاع ما بقولش لا، بس ده هيحرك حجوزاتك وعدد اكبر يخش الدوله المصريه سياحه ويدخل لك دخل بسرعه. دي الفكره الاولانيه. الفكره الثانيه، ايوه في فنادق، سوري، في حضرتك شقق فندقيه كتير في جمهوريه مصر العربيه لكن كلها كبيره وكلها غاليه، كلها كبيره وكلها غاليه. زي ما انا عايز مجموعه فنادق من الستايل ده اللي هو بدل ما تبقى الاوضه فيها سريرين يبقوا ست سراير فوق بعض افق راسي، زي ما انا عايز يبقى فيه برضو استوديو صغير، حمام، يعني المطبخ حضرتك يبقى قد الحته دي مع يعني الكنبه مع لغايه هنا بس، ادي المطبخ اهو بس، حاجه صغننه كده وبتاع معرفش ايه وحوض وحمام صغير وسرير وتسريحه برضه وبلكونه بس، حجم صغير، تكلفه صغيره مش تكلفه كبيره، تكلفه بقى مليارات عشان تعمل فندق من الفنادق الفايف ستارز لا 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 لا، ولا النوعيه دي من الفنادق اللي انا بتكلم عليها، ولا الفنادق دي اللي هو الشقق الفندقيه. ده لما تلاقي كذا فندق من دول، وبعدين سهل انك انت واحد مستثمر يجي يقول لك خلاص تمام انا عايز الفيلا دي وعايز العمرتين دول وبتاع اشتريتهم هقلبهم بقى بالستايل بالديزاين حلو تك 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 بسرعه، بقى عندك اللي انا بقوله ده، بقى عندك حضرتك عدد كبير جدا من السراير اللي ممكن تدخل جروبات من عدد من الدول العالم. حضرتك الدول الاوروبيه ايوه عندها حضرتك الشياكة والفخامة والحاجات الشيك جدا من الفنادق أيوة، لكن عندها حاجات تانية بتحرك بسرعة الدخل للعملة الصعبة بسرعة. أرجو من حضراتكم ويبقى سلسلة فنادق كذا، والفكرة دي لو نجحت في مصر وأعتقد إنها بإذن الله ممكن تنجح في مصر وبسرعة، بس السادة المسؤولين أتمنى يكونوا سامعيني أو يوصلوا للسادة المسؤولين الفكرة الصغننة دي،
صدقني هتبقى في يوم من الايام بتعمل فرع حضرتك هنا في تونس وفي الجزائر وفي مش عارف فين وفين وفين، حاجات تتنقل الفكرة لأماكن تانية حوالينا. يا رب حد يوصل الفكرتين دول للسادة المسؤولين، أتمنى يا رب. كلنا بنحب بلدنا وكلنا عايزين بلدنا تبقى أفضل وأفضل، ولما صدقنا قضينا على الإرهاب والناس اللي كانت عايزة الإرهاب، واشتدينا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في موضوع السياحة. الفكرتين دول عظام لو اتنفذوا بالصورة اللي أنا بتكلم عليها دي، وتبقى حاجة شيك عايز تخليها نوع من الفراعنة كده وتبقى مميزة وبتاع، يوه كل سياح العالم هيبقى مبسوط إن هو قاعد في فندق فيه الستايل الفرعوني، هو أساسا جاي عشان الفراعنة. مش الفراعنة بس، كمان السياحة الشاطئية عندنا ما فيش زيها يعني، والغوص طبعا. فانت هتلاقي كمية شباب بالهبل عايز يجي لك يعمل ياخد هذه الأوفرات الخاصة بالاستوديوهات اللي أنا بتكلم عنها دي، أو الأوضة اللي فيها 6 سراير. حضراتكم مما لا شك فيه ان بفضل الله ان الدولة المصرية بغض النظر عن اي مشاكل حصلت في كورونا، حرب اوكرانية، يعني الدولة المصرية حاطة في الحسبان انها بتستثمر في مجال السياحة وتحاول ان هي زي ايه؟ زي حضرتك مدينة العالمين الجديدة. مدينة العالمين الجديدة هي والعاصمة الإدارية الجديدة اللي ما تكلفتش ولا مليم من ميزانية الدولة، واللي مش مصدق يروح يسأل أي حد مطور عقاري، أوكي؟ اللي بيروح ياخد أرض فاضية من الدولة بشوية فلوس صغيرة ويعمل تطوير ويحول التراب لذهب، وخاصة في السياحة. اسأل لو مش مصدق. في ايوه في حاجة كده، والله في حاجة كده، انك تخرج عن المألوف وتفكر بأسلوب مختلف. كتير من المدن الجديدة حضرتك في القطاع الخاص حضرتك حولوا شوية صحراء للمتر يبقى معرفش بكام، بألافات الجنيهات. الدولة المصرية يا جماعة عملت كده، انتوا مش مصدقين ليه؟ مدينة العالمين الجديدة دي حضرتك اللي هي كان عبارة عن مساحة من الأرض الصحراء كلها ألغام من أيام الحرب العالمية الثانية، كلها ألغام. ويا ما نسمع كل فترة مش عارف مين كم مرة فرقع في غلم ومات، أو لا قدر الله رجليه اتقطعت أو ما أعرفش يعني، وما كانش في حد عايز يقرب المنطقة دي. القيادة السياسية اقتحمت هذا الموضوع وحولت حضرتك هذا المكان الخطر جدا عالميا من تاريخ قديم لجنة. اتفرجوا حضرتك على الكثير والكثير من القنوات الفضائية والقنوات المصرية عن المهرجان اللي هيبتدي يوم الخميس الجاي في مهرجان العالمين الجديدة في دورته الأولى أول مرة. بقى على فكره قبل ما اخش كان بربع ساعه تقريبا كان في مؤتمر صحفي حضره شباب وزير الشباب والرياضه ووزاره الثقافه وكده، كان بيعلنوا عن بدايته ان شاء الله يوم الخميس، وكثير والكثير من المعلومات عنه. على فكره الدوله المصريه حضرتك غيرت ان عملت مدينه العاصمه الاداريه الجديده والعالمين الجديد، عملت 25 مدينه جديده اساسا سكن للمواطن المصري اللي بيزيد 2.5 مليون مواطن ولا 2 مليون مواطن مصري كل سنه. مدن كتيره ومشاريع اعمار كتير. ده غير بقى الحدث حضرتك اللي احنا المصريين كلنا وكل العالم منتظر ان شاء الله باذن الله تعالى، طبعا افتتاح المتحف الكبير بقى، المتحف المصري الكبير ان شاء الله. وده انا يعني في اشد يعني
نفسي الساده المسؤولين يطمنوني ان هم هيعملوا ايه، نفسي اعرف هيعملوا ايه، مشتاق ان انا اعرف هيعملوا ايه، لانه ده حدث عالمي زي ما هيكون في حدث عالمي برضو في العالمين. وان شاء الله باذن الله تعالى لما حضرتك كمان يخلص حضرتك المشروع الخاص بالقطار الكهربائي السريع اللي هيربط ما بين البحر الاحمر بالبحر المتوسط وشمال حضرتك مصر بجنوب مصر بالاقصر واسوان، طبعا هيبقى في حاجات خاصه بالتجاره ونقل التجاره، لكن في حاجات خاصه طبعا بالسياحه. فده كله ها في ظل اهتمام الدوله بالسياحه المصريه ان شاء الله. البحر. طيب قبل ما اخش على موضوع بقى ايه العالمين الجديده واقول لكم شويه معلومات كده عن المهرجان اللي هيبتدي ان شاء الله يوم الخميس الجاي من يوم 13/7 لغايه يوم 26/8 ان شاء الله باذن الله تعالى، حدث مهم جدا ولكل الطبقات المصريين اهلا وسهلا بيهم بيستمتعوا بهذا المهرجان الترفيهي اللي هيكون اكبر مهرجان في الشرق الاوسط. فاصل وراجعين حالا. يوم 15 او يوم 16 مايو 2023 يعني شهر مايو اللي فات كان في مؤتمر صحفي، مش عارف يعني يمكن ناس اخدت بالها ومن في ناس ما خدتش بالها، كان في مؤتمر صحفي للاعلان عن الدوره الاولى لمهرجان العالمين الجديده 2023 بحضور مين؟ الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتور اشرف زكي نقيب المهن السينمائيه، والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الى جانب عدد من مشاهير الفن والرياضه. كانوا موجودين في المؤتمر ده عشان بيعلنوا انه ان شاء الله باذن الله تعالى في تحضيرات هامه جدا من عدد كبير من الوزارات جمهوريه مصر العربيه لدعم هذا المهرجان انه يطلع بصوره مشرفه. مش مشرفه بس، باذن الله تعالى يكون زي ما بيتقال ان هو الحدث الترفيهي الاكبر بالشرق الاوسط. فلو حضراتكم تسمعوا يعني الضيوف اللي كانوا موجودين، دكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أشرف صبحي، تعرف إن المهرجان ده هيكون ونقيب المهن السينمائية ونقيب الموسيقيين، ها تعرف إن المهرجان ده هيكون فيه تنوع أعتقد إن هو ما حصلش في مصر قبل كده. فين؟ في العالم عالمين. ده السلوجن أو ده الشعار بتاع المهرجان، العالم عالمين في العالمين الجديدة 2023. النسخة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة يوم 13 يوليو من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم 26 أغسطس من الشهر المقبل، الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط في مدينة العالمين الجديدة، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على الساحل البحر الأبيض المتوسط. ساحل البحر الأبيض المتوسط وخاصة في العالمين، وانت رايح بقى مرسى مطروح للي ما راحش هناك بدون مبالغه حمام سباحه. حمام سباحه في لون الميه. حمام سباحه في الرمله البيضاء الجميله اللي مش موجوده في اي حته في العالم. يمكن في المالديف، وحتى المالديف فيها بعض الاحيان صخور. صدقني الشواطئ المصريه في الساحل الشمالي ما فيش زيها تقريبا في العالم كله. او قليل قوي. ايوه في ايطاليا. ايوه في اسبانيا، ايوه في كذا، لكن تلاقي الشاطئ مش زي الشاطئ اللي في مصر، مش زي الشاطئ النظيف الجميل الابيض ده الحلو، وتبقى نازل الميه ساقعه، يعني مش ساقعه، ممكن تبقى ساقعه طبعا، انا قصدي بس زرقاء، زرقان وكلير جدا، نقيه جدا. والله ما موجوده في اي حته في العالم. وخصوصا مرسى مطروح دي زي ما بقول لحضرتك بدايه من العالمين كده وانت طالع. حاجة عندنا إمكانيات رهيبة. عشان كده قلت في أول البرنامج إحنا نستحق جمهورية مصر العربية دي تبقى أكتر دولة في العالم عندها سياحة.
ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. من المنتظر أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، مصريين وأجانب وعرب. العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، طبعا حفلات زي ما أنت عايز بقى، فنانين بقى زي ما أنت عايز، المطربين من مصر ومن من لبنان ومن الدول العربية كله. سبقنا بعض الدول الشقيقة في هذا النوعية من المهرجانات. مصر داخلة تحدي، مصر داخلة تحدي بحضارتها، بريادتها في فنها، بريادتها في الرياضة، بريادتها في تاريخها، بثقافتها، داخلة تحدي وإن شاء الله تنجح. العديد من الفعاليات الفنية والرياضية ومعارض وعروض ترفيهية من أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة، اشتراك فرق واتحادات دولية لرياضيات مختلفة بأحداث المهرجانات الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين في الوطن العربي وعلى المستوى الدولي. تشارك كبرى شركات التنظيم الحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيم مهرجان العالمين الجديد، حيث تقام الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة. يعني عندك هنا حدث هيحصل، وعندك هنا حدث هيحصل، وعندك هنا حدث هيحصل، ده هيبتدي، ده هيخلص، ده هيبتدي وده هيخلص، وهكذا، ويبقى عندك كذا مكان، كذا حدث في مكان مختلف. مع توفير كافة الخدمات العامة بأعلى معايير، حيث تقام الأحداث والفعاليات مع توفير كافة الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع. يوم الجمعة إن شاء الله الفنان تامر حسني هيبقى ليه حفلة هناك، نجم الغناء في الوطن العربي في أولى حفلات المهرجان، وتم حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي. العديد طبعا من السبونسر أو الرعاة داخلين، أسامي كبيرة في الدولة المصرية تشجيعا ووقوفا بجانب هذا المهرجان. هناك في مدينة العالمين الجديدة هناك مدينة ثقافية ودار أوبرا ومسرح روماني ومكتبة ثقافية ومبنى لتنمية المهارات اليدوية، مياه نقية زي ما أنا قلت الزرقاء الرهيبة اللي مش موجودة في أي حتة في العالم. هناك استعداد كبير بالشوارع والسلاسل التجارية والفنادق من مع تزايد أعداد الزوار في بطولة كرة القدم الشاطئية، ودي أعتقد هتكون لأول مرة في جمهورية مصر العربية، وأشهر اللعيبة هتكون مشتركة وموجودة من لاعبين في العالم. بطولة كرة القدم الشاطئية والتي سيشارك فيها ما يزيد من 40 من أبطال هذه اللعبة حول العالم. بطولة التأديف هيبقى فيه بطولة تأديف، بطولة الجودو هتبقى موجودة هناك. عشان كده بقول لحضرتك وزير الشباب والرياضة حضرتك كان النهاردة في هذا المؤتمر قبل لما أخش على الهواء بربع ساعة، هو وزير الثقافة. وطائرات الار سي اعتقد اللي هي طائرات الاستعراض اللي دايما بنشوفها كتير في اليوتيوب وبنشوفها كتير في دول العالم. تخيل انت بقى والابراج والجو الجميل والمهرجانات وطيارات عماله تعمل لك استعراضات لطيفه جدا في كل حته في العالمين الجديده، حاجه تستاهل انك تروح تشوفها. ادعو كل العرب اللي ممكن يشكوني وبيشوفوني دلوقتي على شاشه نايل لايف، اتفضلوا حضراتكم تنورونا وتشرفونا. هتلاقوا فنادق جميله جدا وعلى اعلى مستوى. انا رحت شفتها على فكره، رحت العالمين في السنتين اللي فاتوا دول يمكن مرتين، كل ما اروح ناحيه الساحل الشمالي اروح رايح، كنت مع والدتي حتى، وكنت بقعد اتفرج، ما كانش حاجه خلصت، كنت بتفرج واشوف الدوله المصريه بتعمل ايه. ورحت دخلت في واحد من الفنادق الخاصه بالدوله المصريه، وطلعت دخلت الغرف، غرف باحدث ما وصل اليه مجال السياحه والفندقه في العالم. والله والله ما ببالغ. فبطولات جودو وطائرة الار سي، حفل العالمين الذي سيتم توزيع الجوائز فيه في كل المجالات، موكب الفراعنة عبارة عن 100 سيارة فارهة تدور بمختلف الشوارع والمناطق في العالمين، عرض أزياء بحضور ما يزيد عن 10 من مصممي الأزياء في دول العالم.
هيبقى عندك قفز بالمظلات. فلو هو بقى، انا عن نفسي هروح اجرب الموضوع ده بقى، بقالي سنين طويله نفسي اجربها، ان انا نط يطلع بالطياره لفوق يا ريس ويبقى شايف الدنيا كلها وشايف الابراج بقى وشايف الميه وشايف السياحه وشايف المهرجان، وبتنط انت حضرتك بالباراشوت يا ريس. كتير قوي عملوا الموضوع ده على فكره، زميلي الفنان رامز جلال عملها كذا مره. فانا بصراحه نفسي، وكل المصريين اللي نفسهم يعملوا هذا الموضوع والتجربه دي يخشوه يروحوا، وكل المدعوين من الدول العربيه اهلا وسهلا بيكم، تعالوا شوفوا التجربه الحلوه دي. وعندك سباق سيارات يا ريس، الناس بقى اللي بتحب موجود بقى سباق سيارات، اتفرج على الحاجات دي. والمزيد والمزيد من المفاجآت هتكون ان شاء الله موجوده في هذا المهرجان العظيم ان شاء الله يا رب. حضرتك العالمين في عن دايما بتسمع عن ايه؟ السياحه الموسميه. ها؟ عندك سياحه في وقت وشهرين ثلاثه مثلا في السنه وخلاص. شواطئ او غير شواطئ. العالمين الجديده الاتجاه ناحيه ان هي يبقى السياحه المستدامه، يعني طول السنه. وان شاء الله ده هيحصل. لما يبقى عندك جامعه يبقى طول السنه عندك طلاب هناك بيدرسوا. لما يكون عندك حضرتك كل المنشآت الحكومية حضرتك موجودين هناك، وممكن رئيس الوزراء يجتمع بكل وزراء هناك. لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون في مقر هناك، يبقى في اهتمام من الدولة ان المكان ده ما يبقاش بس في الصيف، مش 3 4 أشهر وخلاص زي باقي الشاليهات اللي موجودة في الساحل الشمالي. ده غير ان في مشاريع اساسا في العالمين الجديدة استثمارية يعني. كل التوفيق لهذا المهرجان، مهرجان العالمين. دايما ايه، الله يرحمها الاستاذتي صديقه حياتي الاعلاميه العظيمه، كانت في يوم من الايام كانت بتدربني تقول لي ما اسموش مهرجان، اسمه مهرجان. فالله يرحمها ويحسن اليها. مهرجان العالمين الجديده. دايما كتير من الاعلاميين بيغلطوا في هذا الكلمه، ما ينفعش تقول مهرجان، مهرجان اسمه مهرجان. بتفلسف انا معلش على الهوا كده، معلش يعني كفايه كده في المقدمه. واستاذن حضراتكم ايه، نتكلم نقول بعض من الاخبار، لان ضيفي اللي هيكون منورني في الاستوديو ان شاء الله هيكون ضيفنا الكريم الاستاذ محمود داوود الخبير في التنميه العمرانيه والمدن المستدامه. نتكلم ايه النهضه العمرانيه العظيمه اللي حصلت في مصر في خلال العشر سنوات الماضيه من 2003 بعد 2013. بعض من الأخبار عشان أستقبل حضراتكم إيه ضيفي. تمام. الرئيس السيسي يهنئ رئيس ملاوي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكاريثي رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. وأوفد الرئيس السيسي حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ملاوي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. على فكرة أنا كنت مع حضراتكم برضو امبارح، وكان برضو وأنا بتكلم عن الأخبار لقيت برضو الأخبار بتتكلم عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة جمهورية مصر العربية بتهنئ عدد من الدول بعيد مناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. ففي يعني واضح ان في شهر 7 في عدد كبير من الدول الافريقيه تم استقلالها في شهر 7 دائما يعني. رئيس الوزراء يوجه بسرعه تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات في واحه سيوة. كان في زياره هامه جدا لرئيس مجلس الدوله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى واحه سيوة، وكان بيتكلم بشكل قوي جدا انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهات وتكليفات انك انت لازم تحل كل المشاكل اللي موجوده في واحه سيوة للمواطنين اللي عايشين في سيوة. رئيس الوزراء يوجه بسرعه تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات في واحه سيوة. رئيس الوزراء نستهدف زياده الايرادات الدولاريه وفق خطه واضحه. رئيس الوزراء مصر بتزيد كل سنه 2 مليون نسمه. تراس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التي قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحد سيوة بمحافظة مطروح. وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية حريصة على سداد كل ما عليها من مديونيات، وتستهدف زيادة إيراداتها الدولارية وفق خطة واضحة، مشير إلى أن تأخير بعض المديونيات هو لشركات داخل مصر، وهذه مرحلة مؤقتة ويتم التغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي. وأوضح أن برنامج الطروحات ببرنامج مصري خالص، أن برنامج الطروحات برنامج مصري خالص، وتركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مربوط بصندوق النقد الدولي أو أي توجهات أخرى. وأشار أن الدولة تجهز طروحات جديدة لفترة مقبلة بعد نجاح الدولة في طرح عدد كبير من المشروعات التي كان قد تم الإعلان عنها، وتخرجت الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار. وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أرجوك السادة المسؤولين يوصلوا لي فكرتي النهاردة اللي أنا قلتها في المقدمة بخصوص نوعية الفنادق اللي أنا عايز أعملها في مصر. أرجو تستهدف خلال الثلاث سنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين في الخارج تزيد 10% سنويا. وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة تحصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عودة عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات ب 1.9 مليار دولار، منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة 1.650 مليون دولار، والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصري. وأضاف في مؤتمر صحفي موسع بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، وتم اتخاذ الإجراءات كبيرة في هذا الأمر. حضراتكم عارفين كويس قوي انه بعد ما الدولة المصرية انفقت العديد والعديد وعرقت في ان هي تقوم بالدولة المصرية وتقف الدولة المصرية على رجليها بكثير والكثير من المشروعات القومية الخاصة بالبنية التحتية، دلوقتي الدولة المصرية مركزة بشكل قوي لجذب الاستثمار اذا كان اجنبي عربي او حتى مصري، لان هي تقدر تخرج من مشاريع ممكن تكون عملتها وناجحة، او تجذب استثمارين عشان يعملوا مصانع ونصنع عشان نصدر ونبطل استيراد للمنتجات، ونبطل استيراد ايضا للمم وخصوصا القمح، باستصلاح اراضي زراعيه اكثر واكثر، باستثمارات كبيره في هذا المجال. الحكومه تعلن ضم المراه المعيله والطلاب مهجوري العائل لتكافل وكرامة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة. وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج تكافل وكرامة، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300,000 أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين. كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضا إلى دعم نقدي نظرا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت عمرهم 18 عاما، والأبناء الأكبر من 18 عاما مهجروا العائل المقيدين بالتعليم. وزير التخطيط ثلاث شركات تقدم للاستحواذ على وطنية بالبورصة والترسية في أكتوبر. قالت الدكتورة هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي مملوك للشعب المصري،
معلنة طرح شركة بها عدد من الفنادق، حيث تمت الترسية على شركة مملوكة لهشام طلعت مصطفى بشكل تنافسي في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37%. وأشارت إلى أن الطرح الثاني هو طرح حصص أقلية في 3 شركات، والطرح قسمته 800 مليون دولار واستحوذت عليه شركة أبو ظبي التنموية القابضة. أما الثالث فكان تخارج أحد المستثمرين من شركة عز الدخيلة، وتم التخارج بقيمة 31%، موضحة أن الشركة الوطنية لديها عروض من 3 شركات وسيتم الترسية بين شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبل. عايزين القطاع الخاص المصري، وعايزين القطاع الخاص العربي، وعايزين القطاع المستثمرين يعني القطاع الخاص الأوروبي أو الأجنبي يجي يستثمر في مصر. يا إما يخش شراكة في شركات اوريدي ناجحة في جمهورية مصر العربية، يا إما يشتري هذه الشركات، وهو ده اللي اسمه التخارج الدولة من الشركات الدولة، شركات الدولة، يعني إنها الدولة بتتخارج تخرج. وممكن بعد كده وفي بعض الشركات تخش بقى في البورصة، فيبقى في إمكانية للمواطن المصري إن هو يساهم فيها في هذه الشركات. هتقول لي ليه؟ هقول لك بكل صراحة، لأن مفيش دولة في العالم بتقوم على المستثمر الحكومي. لا، القطاع الخاص هو اللي بيزود التنمية، وهو اللي بيخلي الاقتصاد الدولة هو اللي بيقوم. ولكن حضرتك في السنوات الماضية بعد 2012 والمشاكل اللي حصلت في بعد ثورة 25 يناير وعدم الاتزان اللي حصل في الدولة المصرية خلت ان ما يبقاش في امان لأي مستثمر، فالدولة المصرية دخلت بقوتها عشان ترفع الدولة المصرية من السقوط. إنما دلوقتي بنرحب من السقوط إيه؟ إنك أنت تعمل كمان حاجات. هو في مستثمر ممكن يجي لك حضرتك بدون ما يكون عندك كهرباء؟ فاكرين انقطاع الكهرباء؟ هو في عندك مستثمر هيجي مثلا عشان يشغل المكن اللي عنده ويقول لك الكهرباء أصلها مقطوعة النهاردة يا باشا؟ أصل الجيزة عندها كهرباء، فاكرين؟ الجيزة عندها كهرباء، مصر الجديدة ما فيهاش. اصل المصنع بتاعك مش هينفع يشتغل بالغاز. هينفع؟ اصل الطرق ممكن البضاعه بتاعتك تقعد مش اقل من 5 ساعات عشان تروح من مكان لمكان. اصل المواني ما تقدرش تصدر فيها عشان لسه المواني ما كبرناهاش عشان السفن الكبيره تيجي تاخد الحاويات عشان تعرف تصدر المنتج اللي انت هتعمله. فاحنا بوضح إن الدولة المصرية في الفترة اللي فاتت كان لازم تقوم بهذه المهام، عشان دلوقتي يبقى عندك استرس كبير في إنك أنت تقدر تجذب مستثمر عشان تصنع عشان تصدر. من غير المراحل اللي إحنا عملناها اللي فاتت دي حضرتك ما كانش في مستثمر هيجي لك، ولا المستثمر المصري أساسا هيستثمر حاجة. ده للتوضيح بس، عشان المعلومتين دول الصغيرين دول اللي أكيد معلومات المعلومتين دول موجودين في كل وسائل الإعلام المصري. كتير من المواطنين المصريين لسه ما وصل لهمش المعلومة دي. فإحنا بنوضح، لازم نوضح ونفهم ويبقى في عندنا وعي. إحنا عملنا إيه؟ وآخر جملة، كنت النهاردة كنت وأنا جاي في مع سائق التاكسي اللي جايبني هنا على مبنى الإذاعة والتلفزيون، قلت له بكل بساطة شديدة، لولا الحرب الأوكرانية الروسية ولولا حضرتك كمان الموضوع الخاص بوباء كورونا، كانت الدولة المصرية كانت هتبقى حالها وما يبقاش زيادة الأسعار الرهيبة اللي احنا بنواجهها دي، كنا هنبقى في حالة أفضل بكتير. مجلس النواب يوافق على فض دور الانعقاد الثالث. أعلن المستشار الدكتور حنفي الجبالي موافقة مجلس النواب على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريع الثاني، وذلك في الموعد الذي سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية، متمنيا للنواب كل
التقدم. النواب يوافق على مشروع قانون إلغاء الإعفاءات جهات الدولة من الرسوم. سفير فرنسا بالقاهرة: مصر لديها نفوذ دولي ولن ننسى إجلائها لرعايانا بالسودان. ماكرون يقرر إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. 100 مليون مستخدم لـ 3D ثريدز أنا آسف بخمس أيام. وتويتر يتهم باختلاس الأفكار. تويتر بيتهم ثريدز باختلاس الأفكار. الأهل يبدأ إجراءات سداد غرامة إليو ديانج لرفع الإيقاف قبل القمة. آخر خبر مع حضراتكم النهاردة هو: غدا طقس حار رطب والارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42 درجة. توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب شهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. دي كانت مقدمتي الخاصة بي حضراتكم وبعض من الأخبار الهامة في جمهورية مصر العربية. بعد الفاصل حضراتكم هيكون معايا ضيفنا الكريم الأستاذ محمود داود الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة. فاصل وراجعين حالاً.